وللمسلمين كافة في مختلف أنحاء المعمورة. جاء ذلك بتصريح للتلفزة الموريتانية، ندعوكم فيما يلي لمتابعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اسمي محمد الشيخ المحمد المخيطير. دعني انتهز هذه الفرصة توضيح بعض الأمور والاعتراف ببعض الأمور حول مقال مكتب سنة 2000، انتشر 2014، مع أنه مكتب بنهاية 2013، الأيام الأخيرة من 2013، تحت عنوان الدين والتدين والمعلمين، اللي كانت فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعلن أمام الجميع وأمام الله تبارك وتعالى قبل كل شيء توبتي النصوح من هذا الذنب العظيم اللي هو ذنب الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي التوبة اللي أعلنتها مباشرة عقب كتابة المقال، اللي لاحظت أن فيه ذيك الإساءة، وتم كتابة مقال ثاني نهاية 2013، اليوم الأخير من العام 2013، تحت عنوان توضيح حول مقال الدين والتدين والمعلمين. لكن للأسف الحجم اللي تم نشر به المقال الأول اللي هو مقال الدين والتدين والمعلمين ما هو نفس الحجم اللي تم نشر به المقال الثاني، على الرغم من أنه انتشر، على الرغم من أن النسخة من منشور موجودة عند النيابة العامة وعند المحاكم اللي خضع لها الملف كامل. عموما نحن نتكلم عن ذنب خلق، ذنب كبير، والأهم عندي بالنسبة للذنوب أنها كمسلمين دواها لا تتوب وتوف. وأعلن أمامكم وأجددها دائما توبتي النصوح لله تبارك وتعالى من هذا الذنب، ذنب اللي يتعلق بجناب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المرسل رحمة للعالمين، الذي خاطبه ربه قائلا وإنك لعلى خلق عظيم. ذلك الخلق الذي أرجو يوم القيامة أن يحوطني به وأن يقبل توبتي. النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وخاطبه ربه قائلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تلك الرأفة والرحمة اللي طامع بها يوم القيامة إن شاء الله أمام الله تبارك وتعالى، راجم عند الله يقبل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه، يقبل الله تبارك وتعالى شفاعته. هذه القضية طبعا ما في مدة لا هي لا يتم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم مدى من المسلمين. ما غضبت وندت بالمسألة وطالبت بياسة من المطالبات، إلا أني ما لاحظت ولاحظها لكثير من المتابعين، لأن فم جهات أجنبية استغلت جهات داخلية من أجل وصول المآرب ثانية، قدود قايل هذا المرشد، قدود التنظيم السري، قدود أي رواية من رواياتهم كاملة اللي تتكلموا عنها دائما، استغلوا هذه 5 سنوات من السيطرة على عقول الناس وإخفاء الحقيقة عنهم. عموما أنا باقي من جديد نجدد التوبة اليوم بتاريخ 11/7/2019، وأعلن أمامكم كاملين توبتي لله تبارك وتعالى من جميع الذنوب، وخاصة بما يتعلق بالمقال المعنون بالدين والتدين والمعلمين. والنية إن شاء الله ألا أعود إلى ذنبي فيما بقي من عمري، أن أشارك مع مجتمعي بناء وفي سلامه وفي أمنه وفي طمأنينته، لأن فهم ياسر من الأسئلة ينطرح. ماذا بعد جوابها؟ فهم مؤمن معاكم كيف هم كاملين، ما فهم الشي لاهية، ما فهم الشي خوف نهائيا. باقي نذكر مقطع من أبيات من قصيدة قلت مديح النبي صلى الله عليه وسلم، نستحضر منها أبياتهم نذكرهم. أسأت إليك يا سيدي بما قد جنيت بخط اليد، وإني ندمت وإني تبت
ألا قد بلغت ألا فاشهدي، تبرأت من كل سوء يقال بحق جناب النبي أحمد، فداؤك نفسي فداؤك أمي وكل حبيب به أفتدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.